يا صباح الفخر بمصدر الفخر لينا كلنا كمصريين وكعرب وكأفارقة، يا صباح المو صلاح اللي مصيطنا في كل المحافل الدولية، اللي مفرج علينا العالم بالمعنى الحرفي للكلمة. ظاهرة كروية مصرية عالمية غير مسبوقة. أكيد هنتكلم في قطعية حلوة من حلقة النهاردة عن محمد صلاح وإنجازاته وعمايله. يا صباح الفل على كل حضراتكم، عشر الصبح في الاهلي، وان شاء الله تسعدوا معانا في حلقه النهارده. صباح العسل. بصوا زي ما قال لك واه يا صلاح، واه يا صلاح، بجد قفل الكتاب زي ما بيتقال. صباح النصر والفخر فعلا، والخير دايما على حضراتكم متابعينا في كل مكان في العالم. عشر الصبح في الاهلي وحلقه جديده، وزي ما كريم كده اتكلم، اكيد هنتكلم في يعني على مدار الحلقه كلها عن هذا الظاهره الاسطوريه التاريخيه محمد صلاح. حقيقي يعني مش هنقول يكاد يكون هو افضل لاعب في العالم يعني، ويستحقها عن يعني تفاصيل كتيرة جدا وحاجات هنتكلم عنها، وازاي الشارع الانجليزي بعد المباراة يعني كان عامل، وازاي الصحافة مش بس الانجليزية العالمية اتكلمت عن محمد صلاح. يعني حاجة بجد يعني تدعو للفخر حقيقي.